الآن مع كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان. His Excellency President عبد الفتاح البرهان, President of the Transitional Sovereign Council of the Republic of Sudan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الأخ عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، السادة الرؤساء، السيدة المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، السادة رؤساء الوفود، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي سرورنا مشاركتنا لكم اليوم في أرض الكنانة جمهورية مصر العربية، جمهورية مصر العربية الشقيقة، في أعمال المنتدى الحضري العالمي في نسخته 12 والذي يعقد تحت شعار كل شيء يبدأ محلياً، لنعمل معاً من أجل مدن ومجتمعات مستدامة. أسمحوا لي في مستهل حديثي أن أتوجه بخالص الشكر والعرفان لفخامة الأخ الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما لمسناه من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وهو أمر ليس بمستغرب على الشقيقة مصر، وبأحر التهاني لفخامته على استضافة مصر لهذا الحدث الدولي الهام. التهنئة أيضاً تمتد للقيادة المصرية على جهودها لتوليها ريادة الاتحاد الأفريقي لملف إعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات، واحتضانها لتلك الفعالية في الغارة الأفريقية لأول مرة منذ أكثر من 20 عاماً. الأخ الرئيس، الحضور الكرام، لقد تابعنا ببالغ السعادة الإنجازات المتتالية التي حققتها مصر في مجال النهضة الحضارية، وحققت نهضة حضارية وتنموية شاملة في فترة شديدة الدقة، شهدت تطورات على المستويين الإقليمي والدولي، وأثبتت قدرتها على التحول وتحويل التحديات إلى فرص وممكنات، وتحقق ذلك في ظل وجود الإرادة ووجود القيادة الواعية والمدركة لمطلوبات المرحلة. الأخ الرئيس، الحضور الكرام، السيد المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة، أنتهز هذه السانحة ليعبر عن تقديرنا لجهود ومبادرات الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في تعزيز جهودنا الوطنية، سيما المتعلقة بمتابعة استراتيجيات التحضر المستدام ودعمها إنشاء برامج متسقة لمعالجات توجهات التحضر من خلال تعزيز وتقوية استراتيجيات التخطيط الإقليمي الحضري لإنفاذ أهداف التنمية المستدامة. والشكر أيضاً على جهودها المستمرة في دعم شعب السودان من خلال جائحة كورونا والكوارث التي حدثت مؤخراً من السيول والفيضانات هذا العام، وكلنا ثقة في مواصلتها لذات المبادرات والمشاريع في وقت قريب. سيدات والسادة، تعلمون جميعاً أن الشعب السوداني يواجه حرباً استهدفت وجوده ومكونات دولته وحضارته وبنيته الأساسية ومكتسباتها التي ظلت دوماً في خدمة أشقاء السودان، وجسراً للتعاون والتواصل والبناء
ونقل وتبادل المنافع. هذه الاعتداءات تمت من قبل ميليشيا الدعم السريع الإرهابية، تلك الميليشيا التي استعانت بمرتزقة أجانب بغرض الاستيلاء على السلطة وتقويض الفترة الانتقالية، حيث دمرت الممتلكات العامة والخاصة وأقدمت على ممارسات قتل واغتصاب وسرقة ونهب، تلك الممارسات التي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم للتطهير العرقي والإبادة الجماعية. إلا أن الشعب السوداني وقواته المسلحة عازمون على الحفاظ على الدولة السودانية ومؤسساتها، وهزيمة هذا المخطط متطلعين لدور فاعل من مختلف الدول الشقيقة والصديقة وأصحاب المصلحة والمختصين في عملية إعادة تهيئة القطاع الحضري الذي تأثر جراء الاستهداف الممنهج من قبل هذه الميليشيا لمختلف قطاعات الدولة، ونتمنى أن يكون ذلك قريباً في مرحلة ما بعد الحرب، والتي ستكون كما ذكرت قريباً بمشيئة الله. سيدات والسادة، نثق بأن هذا المنتدى سيخرج بتوصيات واضحة حول قضايا الإسكان والتنمية المستدامة، وتوصيات أيضاً تسهم في مخاطبة الاختلالات التي يعاني منها النظام الدولي، والتي أخرت كثيراً عملية التقدم الجماعي في ملف التنمية المستدامة. ولعلنا نعتبرها فرصة وسانحة لتعزيز التعاون العالمي والتوصل لميثاق حول المستقبل عبر بناء تحالفات قوية للأجندة الحضرية الجديدة ومعالجة التحديات العالمية التي تفرضها أزمة الإسكان العالمية وتغيرات المناخ والتصحر. ختاماً، أثق في أن توصيات هذا المنتدى ستكون مساندة وداعمة للشعب السوداني في تطلعه لإعمار بلده وإحداث تنمية حقيقية تكون رافعة للإقليم وجاذبة للأصدقاء والشركاء، متمنياً لكم التوفيق في مداولاتكم. شكراً أشقاء السودان، شكراً أصدقاء السودان، شكراً وصبراً شعب السودان، صبراً شعب فلسطين، وصبراً شعب السودان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً فخامة الرئيس عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالية بجمهورية السودان.